النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي يعني أشارت هذا اليوم إلى ظهور بعض من السحب والغيوم العالية في بعض مناطق، وبعض السحب والغيوم المنخفضة في مناطق أخرى. تقريبا السحب ظهرت على ارتفاعات مختلفة، لكن بشكل عام تستقر والأجواء مستقرة في عموم مناطق الشرق الأوسط بما فيها المملكة. خرائط الضغط الجوي تشير إلى أن اليوم بدأت تزايد تأثر المملكة بامتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر، الذي لا يتلاقى خلال اليومين القادمين بأية كتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي السمة الأساسية هي الأجواء المستقرة. لكن غدا يتوقع أن يتحرك ويزداد امتداد هذا منخفض البحر الأحمر نحو الشمال هذا اليوم وهذا غدا، كما نلاحظ إذن تحرك هذا الامتداد نحو المملكة وتعمق أكثر لمرتفع جوي فوق الأراضي العراقية. هذا الأمر يعمل على هبوب رياح جنوبية شرقية كما نلاحظ مع الخطوط باتجاه المملكة، هذا ما هو متوقع طبعا حسب خرائط الضغط الجوي. هبوب هذه الرياح أو هذه الوضعية الجوية تعمل على اشتداد الرياح الجنوبية الشرقية اعتبارا من ساعات صباح يوم غد الثلاثاء. طبعا اشتداد هذه الرياح الجنوبية الشرقية تعني زيادة الإحساس بالبرودة، رغم أن هناك لا يوجد انخفاض درجات حرارة من ناحية رقمية، لكن درجات الحرارة الملموسة تنخفض وبالتالي يزيد الإحساس من البرودة ونشعر كأن الطقس أبرد مما هو عليه الحال خلال الأيام الماضية. كما تزداد كميات السحب المتوسطة والعالية وبالتالي تقل أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل أكبر. هذه خرائط لمحاكاة الرياح، وكما نلاحظ إذن هذه الرياح هنا قوية تكون في فترة صباح وظهيرة يوم الثلاثاء، تتراجع سرعة الرياح بشكل تدريجي مع ساعات مساء يوم الثلاثاء وتزداد أكثر على المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى. عودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، الأجواء تكون بوجه عام كما نلاحظ غالبا صافية، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 12 درجة مئوية في بعض مناطق العاصمة عمان، دون ذلك طبعا في مناطق أخرى تستهبط إلى 10 و8 درجات مئوية في مناطق متفرقة أخرى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة ويعني حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى الليلة التي تلي القادمة. نبدأها من المناطق الشمالية، متوقع أن تشهد رياحا نشطة إجمالا في إربد، وتكون درجة حرارة من 22 إلى 12، في عجلون من 19 إلى 11، وفي جرش من 20 إلى 12، وفي المفرق من 19 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى ما فيها العاصمة عمان من 17 إلى 11، في الزرقاء من 19 إلى 10 درجات مئوية، في السلط من 20 إلى 13، وفي مأدبة من 21 إلى 10 درجات مئوية، وفي البحر الميت ترتفع العظمى إلى 26 درجة مئوية، والأجواء حقيقة معتدلة الحرارة هناك في ساعات النهار و16 درجة مئوية في ساعات الليل. انتقالا إلى المناطق الجنوبية، في الكرك من 18 إلى 9، في الطفيلة من 18 إلى 11، وفي معان من 19 إلى 8 درجات، وفي جبال أشرة تقريبا العظمى من 19 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 9 درجات، وفي خليج العقبة الأوضاع تقريبا مشابهة للبحر الميت، أجواء نوعا ما معتدلة الحرارة، ترتفع العظمى إلى 26 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 17 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الشرقية، في أرويش من 20 إلى 10 درجات مئوية مع نشاط لافت في الرياح في ساعات الليل وصباح يوم الأربعاء، قد تثير مع الأتربة بشكل واضح، في الصفاوي من 19 إلى 9، وفي الأزرق من 20 إلى 11 درجة مئوية. أعود أنوه أنا غدا نشاط الرياح، بالإضافة أنه سيزيد الإحساس من البرودة، أيضا قد يثير بعض الأتربة والرمال في بعض المناطق الصحراوية. قبل الختام نتعرف على أحوال الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة، تكون يوم الثلاثاء من 17 إلى 11، يوم الأربعاء من 19 درجة مئوية في ساعات النهار، هناك ارتفاع قليل درجات الحرارة في ساعات نهار يوم الأربعاء، وليلا 11 درجة مئوية. تزايد تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، واعتبارا من يوم الخميس أو حتى مساء يوم الأربعاء يتوقع أن تهطل زخات رعدية من الأمطار سواء مساء يوم الأربعاء أو نهار يوم الخميس، مع انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة المتوقعة. تتراجع درجة الحرارة في العاصمة عمان إلى
13 درجة مئوية في ساعة النهار، وتكون بين 11 إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما لتفاصيل أوفى يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارة موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.